جزاكم الله خير يا شيخ. هذه السائلة أم مترن تقول بأنها أدت العمرة فيما مضى، بحيث تقول بأنني طفت حول الكعبة شوط واحد فقط ثم لم أكمل بسبب صلاة الفجر، وبعد الانتهاء من الصلاة لم أستطع أن أكمل الأشواط الستة بسبب شدة الزحام، وخرجت من الحرم ثم عدت إليه في الصباح الساعة 10:30، وطفت 7 أشواط أي أديت العمرة كاملة، ما الحكم في ذلك؟ الحمد لله، ما دام أنها عادت وأدت الطواف كاملا وسعت بعده وقصرت فإنها فعلت ما يجب عليها، وخروجها من أجل الزحام هذا هو المتعين عليها، لأن بقاءها في الزحام خطر عليها. نعم.